السلام عليكم، مرحبا بكم في سعيدة كويزين. اليوم مش راح ندير معكم، راح نديرو بسبوسة بدقيق مقلي. وش راح نحتاجو كمقادير؟ 3 بيضات، راح نحتاج رطل تاع دقيق او سميد. رطل يجيك تقريب 2 كيسان من هذا المقدار، 2 كيسان معمرين مليح بومبي. راح نحتاج كاس الا ربع سكر، نص كاس سكر، كاس حليب، عندي هنا 60 غرام بودرة الحليب، 2 باكي تاع خميرة الحلوى، عندي مغرف متوسطة سكر فاني، سكر فانيلا، وعندي 3 مغارف كبار من نواة كوكو. واش راح ندير؟ أول حاجة راح نقلي الدقيق تاعي، نسخن المقلة تاعي مليح ومن بعد نغسلها وعلى نار هادية. نقلي الدقيق بالعقل حتى يتبدل لونه. هنا الدقيق تاعي بدا يتلون كيما راكم تشوفوا، نطفي النار نخليه يبرد شويه ونكملوا البسبوسه تاعنا. قليت الدقيق تاعي كيما شفتوني، وكان نبداو نحمو البسبوسه تاعنا. نكسر البيض، نزيد له مقدار تاع السكر، وسكر فانيلا. نزيد الزيت، نزيد لنواط كوكو، تقدروا تبدلوا لنواط كوكو بالكاوكاو. نزيد بودرة الحليب، ونبدا نزيد الدقيق بشوي. وما نساوش الخميرة. في الوقت هذا نكون سخنت الفور تاعي لدرجة حرارة 200 درجة، ووجدت البلا اللي راح نطيب فيها هذه البسبوسة. ومن بعد بعد اللي طيب نشربوها بالشربات. الشربات انا وجدتها ديجا، الشربات كيما موالفين نديروها كاس سكر ب2 كيسان ماء، ديري معاه طرونش تاع سيترون ومغرف سكر فاني. كي تبدا تغلي تحسبي لها 10 دقائق وطفيها. معنا هذا هو الخليط اللي تحصلوا عليه. نحط البسبوسه تاعي طيب ونرجع لكم. وهاي لكم البسبوسه بعد اللي طابت، خليتها في الفور 20 دقيقه، وكما دائما نقول لكم ونعاود لكل وحده والفور تاعها. المهم تستيوها بالطريقه هذه موالفين بالموس ولا بغوشات، كي تخرج لكم ناشف راهي طايبه. دوك واش ندير؟ راح نشربها بالشربات اللي قلت لكم كنت وجدتها. هاكا ندير فيها ثقب، نثقبها كيما هاك ومن بعد نشربها.
بعد اللي نشربوها دركا راح نزينها بلا كونفيتور تاع المشمش. نتوما تزينوها بالشي اللي بغيتو، تقدروا ديروا بنسلي كراميل، نسلي عادي، ولا باي كونفيتور بغيتو. عندي هنا شويه لوزيفيلي نزين بيه، هكا تكون البسبوسه تاعي واجده. نخليها تبرد ومن بعد نقصها. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش جيم واشتراك للقناه، ما تنساوش تضغطوا على الجرس. اذا عجبتكم الوصفه الثاني تقدروا تبارطاجيوها مع اصحابكم مع احبابكم في لي باج تاعكم، وتكونوا مشكورين وتاكلوها بالصحه والهنا.